السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ساعات تيجي تدخل الأوتوكاد جوه الريفت فتلاقي مشاكل بالشكل ده. طيب الحل ايه؟ الحل اولا ان انا احل المشاكل اللي موجودة في الأوتوكاد، يعني ساعات كتيرة جدا تمام باجي الاقي ان في نقطة صغيرة خالص موجودة هنا، تمام، فانا هنا شغال ومش واخد اخوانا خالص، لكن لو انت دوست على البقرة مرتين تعمل زوم بتلاقي ان لوحة بالشكل ده. فلما تيجي تدخل جوه الريفت بتعمل مشاكل. فطب حلها ايه؟ طيب ممكن ان انا اعمل زوم وابدا اشوف النقط البعيده وامسحها، او ان انا هاجي كده اعمل زوم على الحاجه اللي انا عايزها واقول له كنترول ايه واروح ده شيفت واعمل سيلكت على الحاجه اللي انا عايزها تفضل موجوده واقول له ديليت، تمام كده اي نقطه بره الجزء اللي انا عايزه اتشالت. طيب الامر التاني ممكن اروح اعمل سيلكت كده واقول له دبليو بلوك، هعمل ايه؟ يبقى انا كده بعمل لوحه تانية من الاوتوكاد بعيدا ان في نقطه تكون بره الرؤيه بتاعتي، واديها الاسم اللي انا عايزها واختار اليونت واختار البيج بوينت امر دبليو بلوك. طيب في برضو من ضمن المشاكل الموجوده ان انت لو جيت هنا تمام ممكن تلاقي ان ممكن تلاقي في حاجات بعيده شويه، يبقى كده هو بيتعامل بيلاقي ان هو بيتعامل مع اللوح على انها 3 دي مش 2 دي، يعني انت في بلان بس في حاجات فوق الخطوط بتاعتك، تمام، ودي بتحصل كتير بالذات لما يكون مشروع كبير وانت شغال ممكن ترسم حاجات من غير ما تاخد بالك، تمام. طيب في امر برضو ده اللي نفعني فعلا، انا جربت امبارح كل الاوامر دي وبرضو اللوحه لما بتدخل في مشكله بسيطه كده، تمام. حلتها ازاي؟ قلت له اكسبورت اوتوكاد، لما راح مصدر لي الاوتوكاد اكسبورت اوتوكاد ده فعلا الامر ده هو ده اللي فادني، قال لي اكتب الاسم المسار اللي انت عايزه، قلت له انتر، راح فعلا مصدر لي اللوحه ديت، لقيت خفيفه تمام وكان حل المشاكل اللي موجوده وقدرت ان انا اتعامل معاها بشكل كويس، فدي كانت من ضمن الاوامر اللي فعلا فادتني، تمام. طيب وما تنساش ان انت تعمل اوديت للملف بحيث تتاكد انه في بشكل. طيب خلينا نيجي بقى هنا عند الريفت واقول له ان انا اي حاجه اركتكتشر اوكي، وبعد كده من قائمه انسيرت هقول له لينك كات الديسكتوب الملف اهوت current view only على اساس ان هو ما يظهرش في 3 دي، نادرا لما بنحتاج ان احنا نظهر في 3 دي، تمام. الناس اللي شغاله في 3 دي ماكس ساعات بتحب الفكره ديت. اشيل العلامه من correct line ال position urgent origin واقول له open، تمام. طيب في مشكله بسيطه هنبدا نفكر في حل ليها، هي على اساس ان ده مش بلان ان ده ديتيلا فالسكيل ما كانش مهم بالنسبه لنا. طيب لو انا مش ظاهر عندي ممكن تدوس دبل كليك على الماوس اللي في النص عشان نعمل زوم. طيب هنا اول حاجه اعملها امبن واروح اقول له ان انا عايز اغير السكيل واقول له خلي ده مثلا ب 10، طبعا بتشوف دايمنشن موجود وتبدا تقيس عليه، تمام. ممكن ده كده يبقى المقاس مظبوط. طيب في هنا مشكلة مثلا لاير، طيب خلينا نحلها كويري واقول له ان انا اللاير دي مثلا عايز ان انا اخفيها، لا في لاير، تبدأ تشوف في الاوتوكاد اللاير دي ايه، وممكن تيجي هنا في الفي في وتقول له هنا من فلتر من بورت كاتيجوري تبدأ تشوف ايه اللاير، هو ممكن يكون ده مش بلان ممكن يكون حاطط كل شغل على لاير واحدة، تمام. لو انت عايز تروح بقى على الاوتوكاد تظبطها وترجع تاني على اساس ان ما يحصلش المشكله دي، لكن عاده في البيانات ما بيبقاش فيها المشكله ديت. هنا ممكن يكون التكست حاطه ان هو بيبقى ليه خلفيه لون ابيض وبتاع بحيث ان هو الكلام يظهر.